اولا لن تكون هنالك زياده بسعر التعرفه على المواطنين، بالعكس مشروع الجبال الالكتروني سيدعم الطبقات الفقيره والمتوسطه، هذا اولا. ثانيا من يشكل على فساده قل له خليه يمشي المشروع اول مره، لحد الان ولم يقر ولم يناقش مع الكهرباء، لحد الان الدراسه هي ادراج مجلس الوزاره، لحد الان لم نمضي بها. لا نتعامل بسعر الامبير، نتعامل بسعر الوحده الكهربائيه، ولن تكون هنالك زياده بالاسعار على المواطنين لقاء هذا المشروع.